السنة اللي فاتت صار في حرب وكان في قصف كتير وكان عنيف وكان قريب من بيتك عشان احنا عايشين بمنطقة الشجاعية وهي منطقة حدودية. يوافق يوم عيد الفطر اللي هو اليوم اللي مفروض نتعيد فيه ونلبس فيه لبس جديد. كنا قاعدين نلعب أنا وأخواتي وبعدين إجت أمي وقعدت تصرخ وسمعنا صراخ في كل الحارة وبعدين قالت لنا بدهم يهددوا الدار اللي جنبينا. فبعدين لبست شنطتي تاعت المدرسة وهربت لبيت جدي اللي هو أكثر أمان. مرحبا، أنا اسمي نبيل وأبلغ من العمر 10 سنوات وأعيش في قطاع غزة. غزة is een gebied in het Midden-Oosten. Het is genoemd naar de belangrijkste stad hier. Samen met de westelijke Jordaan-oever vormt dit de Palestijnse gebieden. Een van de buurlanden is Israël. Sinds de oprichting van Israël na de Tweede Wereldoorlog hebben de Israëliërs en de Palestijnen ruzie. Onder andere om grondgebied en de stad Jeruzalem. Wie mag waar wonen? تخيلوا أنا عمري 10 سنوات وعشت 3 حروب. أنا بعيش يومي بروح برتب فراشي وبعدين بمسك المصلية وبروح بتوضى وبصلي وبعدين بساعد أمي وبعدين لو ما كانت تحتاج مساعدة بروح لبيت جدي بساعده في أعمال الزراعة وبساعده في تغذية الدجاج وأطعمه وجمع البيض. لما يقترب موعد المدرسة بلبس وبجهز حالي بودع أمي وفي الطريق زي هذه الأرض مثلا تخيلوا إنها كانت بيت كبير وتم قصفه في الحرب وتدميره بالكامل. Dit is niet het enige gevolg van de oorlogen. Elke dag valt bijvoorbeeld de stroom uit, omdat de elektriciteitscentrale is gebombardeerd. وإحنا دائما في عنا مشكلة بغزة، كهربا بتقطع 10 ساعات في اليوم، ونضطر في الليل إنه نحط شمعة، وهذه الشموع خطيرة، في كتير ناس ولعت بيوتهم وماتوا الأولاد الأطفال وماتوا الناس اللي في البيت عشان الشموع خطيرة. قطعة الكهرباء بتأثر علينا كتير عشان ما بنعرف نتفرج على التلفزيون، ما بنعرف نشغل ألعاب إلكترونية، ما بنعرف ندرس عشان الأضواء، وما بنعرف نشغل التلفزيون ولا نشغل يوتيوب أو نت. وانقطاع الكهرباء أدى إلى أنه المصانع تغلق وفرص العمل قليلة والرواتب قليلة والناس ما عندهم رواتب بتكفي إلا للحصول على بعض من الأكل. السلام عليكم. إحنا بغزة لما يصير عندنا قصف ما في عندنا ملاجئ ولا في عندنا مكان آمن غير المدارس الوكالة، حتى الحكومية ممكن يقصفوها، حتى مدارس الوكالة بتكون دائما زحمة جدا وبالفصل واحد في 12 عائلة. أنا ما شفتش على أرض الواقع صور شهداء أو ضحايا، بس بشوفهم على الأخبار وعلى الإنترنت. لما أعلن التهدئة كنت أنا مبسوط كتير وكانوا أهلي مبسوطين كتير عشان دارنا ما انهدمتش وما انصبش ولا حد فينا ولا مات. بحب أروح أنا وعائلتي على الميناء، هذا المكان أكتر مكان بنستمتع فيه، مع أنه هذا المكان مبني من بيوت مدمرة وهذا هو الشيء المضحك اللي فيه. وبكون سعيد لأنه هذا مكان جميل بس في نفس الوقت حزين لأنه هو مبني من بيوت مدمرة. هذه الميناء هي المفتاح غزة للعالم ولكنها مغلقة بحريا بأمر من الجيش الإسرائيلي وفقط مسموح للصيادين بالدخول ل15 ميلا فقط. أنا بتمنى أن الحرب هذه والصراع هذا ينتهي للأبد وبتمنى أنه أنا وأخواتي وكثير منا نعيش حياة طبيعية زي باقي الناس وما نصحى في الليل على صوت القصف العنيف ونكون بنخاف ونرجف من الخوف. بتمنى أنه ما تنقطع الكهرباء وأقدر ألعب على الألعاب الإلكترونية ويكون شغال النت.
زي ما بدنا. وهذه أحلامنا هي بسيطة جدا بتمثل حق كل طفل في العالم.